لا واحنا شايفين الايام بتجري اه والله وخلاص رمضان على الابواب اهو، والاشهر الكرامات والرحمات والدعوات والخير والعطاء داخله علينا ان شاء يا الله رب باذن يا الله. رب امين فهي الصوره جايه في مناسبتها، بتذكرنا بالايام الحلوه والايام الجميله اللي كلها يمن وخير وبركه وبركة والله واشراق ونور كل يا حاجه فيها. يا رب. إن شاء الله نسمع اللهم سورة امين القدر من ان شاء حضرتك، الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيك، جميل ما شاء الله. يعني زي ما قلنا يمكن انه صورة من الصور اللي كل الناس اكيد حفظاها، وكل الناس بتبقى مبسوطة جدا وهي بتقرأها، بتتذكر ايام وليالي جميلة وبركات ونفحات من ربنا سبحانه وتعالى. ناخد الاحكام بتاعتنا ناخد ونتكلم الاحكام على ليلة بتاعتها القدر. في عجالة كده، لان هي الاحكام بتاعتها وردت معظمها في قراءتنا قبل كده. اول حاجة عندنا ان النون المشددة اللي احنا بنقول عليها السلطانة غن حركتين. إنا أنزلناه، عندي هنا مد منفصل جائز منفصل، أنزلناه في ليلة القدر. هاخد بالي من الوقف على الراء بتاع ليلة القدر هنا. الراء هنا مكسورة، بس هنا مكسورة للوصل، انما لما هقف عليه احنا عارفين ان احنا عندنا قاعدة أساسية ان العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. فانا لما هقف هنا على الراء هسكنها. طب هي الراء ساكنه، يا ترى افخمها ولا ارققها؟ قلنا قبل كده الراء مفتوحه مضمومه، مفخمه مكسوره ترقق. طب جات لي ساكنه ابص على اللي قبليها، لو لقيته مفتوح او مضموم افخم، لو لقيته مكسور ارقق. طب انا عندي هي هسكنها تبقى ساكن، واللي قبلها ساكن ابص على اللي قبليه اشوف الحرف اللي قبلها. هنا القاف مالها مفتوحه، يبقى انا هعمل كده ايه في الراء؟ مفخمه، افخمها، بقول القدر. تمام. وما ادراك هنا برضو، وما ادراك خلي بالي ان هو هنا مد جائز منفصل، اد الدال مرققه، بقول اد. وخلي بالي من حاجه ان انا لفخم الهمزه، مفيش كل همزه في القران مرققه. همزه فتحه ا مفيش ماشي. واجي عند الدال اد را كا كا، وما فخمش الكاف لان احنا احيانا بنسمعها وما ادراك كانها قاف. وما ادراك راكا. تمام. ما ليله القدر، قلنا الراء بتاع ليله القدر. ليله القدر خير من تنون وبعد ميم، والميم من حروف الادغام، يبقى ادغام كامل بغنه المدغم فيه اللي هو الميم، لان الميم من حروف يرملون. من ألف نون ساكنة وبعديها همزة، والهمزة من حروف الإظهار، فبقول عليه إظهار حلقي. أيوة. تمام. من ألف شهر برضو الراء هنا حكمها زي حكم القدر مفخمة. بس ناخد بالنا زي ما حضرتك قلتي، نعم. إنه لما نيجي نوصل
هي هتبقى مرققه لو ايوه بس احنا هل الوصل هقول من الف شهر تنزل. طيب بس احنا عشان احنا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا الـ كان يقف على رؤوس الايه تمام، فاحنا على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. انما لو طلب مني او مثلا كان وضع اختباري فانا بوصل تمام. تنزل الملائكة هنا مد متصل واجب اربع حركات والروح فيها باذن ربهم من ادي ميم ساكنه وبعدها ميم ثانيه بقول عليه ايه ادغام مثلين صغير. ميم وميم ادغام مثلين صغير. وبنعيد تاني ونقول ان انا عندي احكام الميم الساكنه ثلاث احكام لما الميم الساكنه يجي بعديها باء بسميه اخفاء شفوي، لما يجي لما يجي بعديها ميم بقول عليه ادغام مثلين صغير. اي حرف تاني من بقيه الحروف ال 26 اظهار شفوي. من كل نون ساكنه وبعدها كاف اخفاء حقيقي تمام. من كل امر برضو امر هقف على الراء بالتفخيم لان هي سكنت واللي قبلها ساكن واللي قبلها مفتوح، فاذا الراء هنا حكمها التفخيم تمام. سلام هي تنوين وبعديها والهاء من حروف الاظهار الحلقي اللي هي همز هاء عين حاء غين خاء، لما يجي بعد التنوين او النون بسميه اظهار حلقي. سلام هي حتى، وخلي بالي ان انا عندي الالف الصغيره دي دايما بننبه عليها عشان ما تسقطش مننا. الالف دي او الالف الخنجريه دي الف مد طبيعي حركتين، بقول حتى تمام كده. واجي عند كلمه مطلع الفجر، خلي بالي ان انا لان كتير بنسمع مطلع الفجر يسكن اللام، لا طب انا مش عارفه يعني اجيبها ازاي، اتهجى مش عيب ان انا اتهجى الحرف عشان اطلع كلام ربنا صح. فبقول ما مطلعي عي وكده، لان احنا كتير كتير بنسمع فيها اخطاء جدا. الاستسهال ان انا ممكن ما قلقلش الطاء او اسكن اللام، ده كله خطا وبنقول عليه لحن جلي في القراءه. مطا ما وما اقولش ما هي ما مطا والطاء مقلقله لان انا عندي حروف القلقله خط بجد. مطا لا مطا لا الفجري تمام كده. لو انا هقف بقول الفجري عملت، لو انا هوصل اكمل بعديها الفجري بسم الله تمام. انما انا هي انا هقف عليها برضو هتاخد حكم الراء الساكنه اللي قبلها ساكن قبله مفتوح، فهتكون الراء هنا مفخمه. الاحظ كل الراءات مفخمه، اصل دي ليله القدر لازم فيها التفخيم والتعظيم. سبحان الله. دي كل الاحكام اللي عندنا النهارده ما شاء الله، خدت كذا درس معانا، خدت احكام النون الساكنه واحكام الميم والمدود المد المتصل والمد المنفصل. والتكرار بيعلم الشطار زي ما بيقول. يا رب تكون كل الناس يا رب اتعلمت، ولسه برضو حتى اللي لسه ما اتعلمش يكمل معانا، احنا ان شاء الله مكملين على طول موضوع الاحكام ده باذن الله في كل مره.